أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ
وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن كان له فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.